شيخنا الحبيب تسأل تقول: أريد أن أتفهم ما هو الذي حدث أو حقيقة الخلاف الذي حدث بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما وأنني كان لي صديقة تتواصل معي عبر فيسبوك وكانت تقع في معاوية رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، اعتقاد السلف في هذا اعتقاد واضح ومعلوم، ألا وهو تنزيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم بصفة عامة وبصفة خاصة الخلفاء الأربعة والمبشرون بالجنة وأهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر أو من شهد بدرا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وبعض الأعيان ككتاب الوحي ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمعاوية رجل صالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكونه كان يكتب الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام هذا يحمل تزكية خاصة لمعاوية رضي الله عنه. ارتضاه النبي، أو إن شئت فقل ارتضاه الله عز وجل عبر نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون كاتب وحيه المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يستأمن على كتابة الوحي. إذن يستؤمن على القرآن الكريم تحت سمع وبصر النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الصحابة طبعا رضي الله عنهم أجمعين، لا يمكن أن يطعن فيه طاعن إلا إن كان رجل سفيه ناقص الإيمان. ما تجرأ على معاوية ولا على غيره من الصحابة إلا الشيعة الروافد، نسأل الله أن يجازيهم بسوء فعلهم. هؤلاء هم الذين تجرأوا واستغلوا الحدث الذي وقع فيه خلاف بين معاوية بن أبي سفيان من ناحية وبين علي بن أبي طالب الخليفة الراشد من ناحية أخرى، وجذور الخلاف امتدت إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء حملوا لواء المطالبة لعلي رضي الله عنه بالثأر من قتلة عثمان عليه رضوان الله تعالى، وعلي وجد الوضع لا يستأهل في هذه المرحلة أخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه من قتلته، لأنه الأمة دخلت في مرحلة اضطراب في أواخر يعني فترة عثمان رضي الله عنه، وخرج من خرج على عثمان وانتهى الأمر بمقتله. فالرؤية التي كان عليها علي رضي الله عنه تأجيل هذا الثأر وتأجيل هذا القصاص حتى تستقر الأمور وتترتب أمور الدولة للخليفة الجديد وهو علي رضي الله عنه. وأهل الشام كانوا ينازعون عليا في هذه المسألة حتى دب الخلاف واتسع الشقاق فيما بين الطرفين، ودخل فيه من دخل من اليهود من ناحية ومن الفرس من ناحية ومن المغرضين المنافقين من ناحية أخرى، حتى وقع ما وقع من خلاف بين علي وبين معاوية عليه رضوان الله تعالى، وانتهى الأمر بمقتل علي عليه رضوان الله تعالى. ولما تولى الحسن من بعده رضي الله عنه واستقرت الأمور نسبيا للحسن، أراد أن يجمع شمل الأمة فصالح معاوية رضي الله عنه، وقد كان معاوية إماما في هذا التوقيت أو أميرا على بلاد الشام. ويعني قام الحسن بهذه الخطوة الغير مسبوقة عبر التاريخ، إن هو تنازل بالخلافة أو عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه جمعا لكلمة المسلمين. فهل هؤلاء المنتقدين كانوا أفقه من الحسن رضي الله عنه؟ وهل كان الحسن يجهل مقدار معاوية رضي الله عنه ومنزلة معاوية رضي الله عنه حتى يتنازل له؟ هل أجبر الحسن رضي الله عنه أن يتنازل، أم أراد أن يجمع شمل الأمة وأن يفض هذا الشقاق وهذا الخلاف الذي وصل إلى مرحلة خطيرة حتى وصلت إلى المعركة في صفين وفي معركة الجمل؟ فجمع الله عز وجل قلوب هؤلاء جميعا، إنه الحسن تنازل لمعاوية عن الخلافة والحكم، فالتأم جمع الأمة واجتمع شمل الأمة وتوحدت كلمة الأمة على يد معاوية بن أبي سفيان هذا الذي ينتقدونه ويجعلون بين قوسين إنه معاوية فاتح الفتن على بلاد المسلمين. أبدا، إن الله أغلق بابا واسعا من أبواب الفتنة حين تنازل الحسن لمعاوية، ومعاوية جمع الله أمر الأمة بين يديه عليه رضوان الله تعالى،
ولا أحد ينسى أبدا هذه الكلمة التي قالتها أم معاوية لمعاوية رضي الله عنه حينما بدأ يعني يشب وتظهر جدارته ونباهته في سنه المبكرة، حتى قال قائلهم إن معاوية ولد يوم ولد وهو رجل دولة رضي الله عنه. نعم. فنحن لا نقبل إطلاقا الانتقاص من قدر أي من الصحابة رضي الله عنهم، وقد زكاهم القرآن جميعا مهاجرين وأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ولا نرضى إطلاقا أن ينتقص قدر معاوية عليه رضوان الله تعالى، وهو أحد هؤلاء الأصحاب الكبار، وهو أحد كتبة وحي القرآن تحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.